اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه احمد مصريح وتركي الخلاوي مضيف حلقه الليله. السؤال اللي كنت طرحته انا قبل الفاصل الاول ونسيته في الفاصل الثاني وتذكرتها الحين، اللي هو وش الاليه اللي ممكن تتبع لاعطاء اللاعب حقوقه وفي نفس الوقت ما تاثر عليه، ما تكون سبب في ضياع اللاعب، في عدم الاستمرار في تقديم المستويات. في امثله ما نبغى نذكر اسماء، اخذ حاليا موجوده الان وقعت وما عاد شفناها او خبا بالضبط مسلم، ايش الاليه؟ لا، اللي خبأوا بعد التوقيع كانت الاليه انه مباشره يستلم حقه، مقدم عقد ويرجع الرواتب المحترفين اللي 20,000. الان لا، الاليه تغيرت من هيئه دوري المحترفين، تغيرت انه يستلم 30% والباقي يوزع على سنوات او على رواتب شهريه، يصير على الرواتب الشهريه. هذه خففت العبء على النادي كثيرا، طبعا على اعتبار انه قد إذا استمر اللاعب في مستواه الخمس سنوات يأخذ هالمبلغ، إذا مستواه تأثر أو كذا يبي المبلغ هذا، أكيد سيتأثر بالنسبة للجزاءات وإلى آخره. لكن المشكلة في بعض الأندية إن معها النظام ومع ذلك اللاعب أحيانا يشرط أنه يأخذ نص المبلغ ويتجاوبون معه، هذا دليل أنه ما عندنا احترافية حتى إدارية. وإلا أنت كلاعب تأخذ وتعطي معي وافك على هالمبلغ 20-30-40 مليون أيا كان، خلاص في لائحة تقول تعطيه 30% والباقي يوزع على رواتب، يقول لا أبي النص، يخضع النادي ويعطيها النص. هذه إشكالية أخرى يفترض هيئة دوري المحترفين تتدخل في مثل هذا وتمنع. أيضا الرواتب الرابطة آسف، يفترض أيضا عملية زي ما سوى الشباب في لائحته الخصم الشهري، وكان الخلاف انه يخصم من راتبه الشهري اللي هو الكامل، بينما اللاعبين كانوا يرون في الانديه ويبون انه لا اخصم من راتب الاحتراف اللي هو 20,000 ريال السقف الاعلى. وهذا طبعا هم يخصمون، واللوائح تقول بالنسبه يعني 5% 10% من راتبك، ما دام راتبك الشهري اخصم من راتبك الشهري. فلما تخصم 5% و10% من 20,000 غير لما تخصمها من 300,000 و400,000، والله كبير يصير يطلع 40,000 45,000 50,000 60,000. يعني ممكن لاعب يتأخر يا مسلم مثلا عن تمرين أو يوم يغيب عن 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 تمرين بدون عذر، مثلا بدون عذر ينخصم منه 40,000. ممكن مدام رقم مرة كبير، مدام بعده يستلم 350 أو كان يستلم 20 ويخصم منه 5,000، نفس النسبة، نسبة وتناسب. لكن إذا تبي لا تتأخر، اللاعب يجب في رأيي الشخصي طبعا، وهذا اللي يفترض أن يكون، أن يهيئ ظروفه كاملة حتى العائلية، إنه النادي أولا والعائلة ثانيا، غير كذا الناس ما ترحم. صح، ما في قولت والله عيالي مع عيال عيالي مالي، هذا في الهوات. الآن يجب أن يكون النادي أولا والعائلة ثانيا. ظرف عائلي، شوف أحد يحل ظرف عائلتك، أخوك ولدك، صح، صح. سائق، سكرتير لك ضعه في البيت يتولى المهام البيت، ما تتعطل أنت قلت والله رحت أودي عيالي أودي زوجتي أودي أبوي أودي أمي، هذا أمر غير مرفوض. يعني خلنا واقعيين، أنا معه أنا أبو سليمان، بالعكس أنا 100% سليم، يجب أنه نتجرد من العاطفة. الفكر الإداري في الأندية مفترض أنه يتخلص من حكاية فعلا لما يستلم اللاعب 100,000، انا حاسب يعني تمارين الصباح المساء حتى فعلا ياخذ قدر ما يعطي، يعني هبات من الجانبيه حتى يفرض على اعضاء الشرف انه يا جماعه لما نعاقب لاعب يجب انه ما يحتويه عضو شرف اخر. خلاص الان المساله اعطي، يعني اخذ واعطى، اخذ وعطى. يعني مفترض لما انا استلم 100,000 مثل ما سوى خالد البلطان، يعني الامانه اول من حقه طبق خالد عزيز في نادي الشباب وفشل في تجربة الشباب، لأنه طبق معه والله تعطيني أنا أعطيك 60,000 شهري أعتقد، يعني حدودها الراتب، فما يعني كان اللاعب ما يعني ما امتثل وعانى كثير وابتعد وجاء للنصر، يبدو إن شاء الله استفاد من التجربة. اللي أقصد أنه يجب أن نتجرد من العاطفة ونطبق الاحتراف معنى الكلمة، ونمنح الفرصة لمن يدير الفرق بس والله بعد رقم جدا كبير لما لاعب يتأخر مثلا نص ساعة عن تمرين ننخصم عليه 5-7,000. أخي كيف كبير وإدارة النادي تدفع أقل شيء 40-50 مليون شهري من بين لاعبين أجانب ومدربين؟ أنا برضو أعاني، قدر زي ما قال بسيمان، فرغ نفسك واحترف معنى الكلمة، نوم بدري تعال الصباح. لكن لما والله وأنا أخوك اللاعب يروح معاملة لاعب يروح رئيس النادي في بيته يقول والله ما نبغى تمارين الصباح، والله فيها إزعاج، يجي المدرب يجتمع فيه خلها العصر، المدرب يبغى يرتاح. بعض المدربين ما كل المدربين زي بدروم حق الشباب يعني، فرض ولا تناقشني تمرين الصباح. إحنا لا، يصير فيه هبات والله لا تمرن بكره الصباح زي حكايه تدبلها يوم الايام.
مفترض انه يكون في صرامه في تطبيق الاحتراف مثل الكرت. يجيني لاعب ياخذ كرت غبي يخسرني المباراه صح على واقول له شكرا ادافع عنه لازم اخصم عنه. هذا مكتوب بالاشياء من ضمن الاشياء الكرت اللي في غير محله عليه خصم كرت اصفر كرت احمر كما اعرف في لائحه الشباب صح صح عدا اللوائح الاخرى في الانديه الاخرى ولا هذا ما ادري قيمه افضل مهمه حبيب. لاعب ما لم يتشرب الاحتراف بمعناه الحقيقي يفترض ان يتحمل كل تبعاته.